بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله. سأنجز. قم للشهيد ووفه التبجيلا، كاد الشهيد بأن يكون رسولا، بل أنه حقا كذلك صاحبي جيلا يربي في الزمان فجيلا. من ذا أماط عن الأمور ستارها وأتى ليكشف زيف ما قد قيلا؟ من ذا يقود التائهين عن الضيا نزفا فكان إلى الدليل دليلا؟ من ذا تجرد عن هواه لغيره كرما ولم يطلب بذاك بديلا؟ من ذا عن الأهلين سار مودعا أما وأبا وأخا كذا وخليلا؟ من ذا سقى ظمأ التراب بنزفه حتى يروي للتراب غليلا؟ وتراه من رد الكرامة بعدما سرقت وشق إلى الألوف سبيلا؟ أو غيره انتزع اللثام عن السنا وهوى ليفضح خائنا وعميلا؟ حقا إذن ما قلت، بل ولربما هو للرسول كما أخال رسولا. لو كنت تدرك ما الشهيد وكنهه لخضعت توسع نعشه تقبيلا. لو كنت تدرك ما الشهيد وكنهه لخضعت توسع نعشه تقبيلا، وسعيت سبعا خاضعا بترابه بجميل قولك بكرة وأصيلا. قد جاء نزفا بالبشارة هاتفا ولقد تنفسه الوجود ذهولا. هو ذا رسول النصر جاء مبشرا ليقول صبرا في البلاء جميلا، صبرا على نزف البلاء فإنه عينا تأذن في الوجود رحيلا. اللهم صل. خرجنا غداة الحق أوسع خنقه، ضراغي مغيل في الهياج غضاب، وضاقت بنا الدنيا وحاق عذابنا وقلوبنا رغم العذاب رحاب. سلمية لم تشهد الأرض مثلها، عجبا بكل البطش كيف تجاب. ثق لو أردنا رد بعض شرورهم لعادت ذئاب الغاب وهي ذباب. ولو اقتصصنا والقصاص مشرع لتساقطت مثل الرمال رقاب. لكننا نبني وإن هدموهم، نبني وهم بعد البناء يثابوا. لما رأينا الحق ضاق بأهله سرنا به بين الحروب حراب، ورحنا نخوض الموت حيث نفوسنا عطشا وما غير المنون شراب.
حتى شربنا الموت عذبا مزاجه، حتى شربنا الموت عذبا مزاجه، وقد سال شوقا للممات لعاب، شوقا يفوق مدى الخيال اتساعه، ويعجز وصفا بالخيال خطاب. فمنا تعلمت القلوب حنينها، وإنا لكل العاشقين كتاب، وإنا سؤال لا جواب يحده، وإنا مع عدم السؤال جواب. ولقد سقينا العز كأسا مفاده أن السكوت عن الحقوق يعاب، ولقد سقينا العز كأسا مفاده أن السكوت عن الحقوق يعاب، أن السكوت عن الحقوق جريمة لها، أن السكوت عن الحقوق جريمة عظمى لها في الوقفتين عقاب. فوقفة هي في الدنيا ملامحها عار وخزي لاحق وعذاب، ووقفة عند خلاق العباد غدا وعليك مثل السارقين حساب. فوقفة هي في الدنيا ملامحها عار وخزي لاحق وعذاب، ووقفة عند خلاق العباد غدا وعليك مثل السارقين حساب. الحق كالجوزاء في وضح الضحى، الحق كالجوزاء في وضح الضحى، أو يمنع الجوزاء عنك حجاب؟ الحق كالجوزاء في وضح الضحى، أو يمنع الجوزاء عنك حجاب؟ عجبت وذا عجبي إليك أسوقه حمما وفوق الوجنتين عتاب. سد الطريق إذا تقول محرما، وخروجنا لحقوقنا إرهاب، ويحرم الملتوف حين دفاعنا عن عرضنا وتكتم الأسباب، ويشرع الشوزن دون مخالف له لا يعيد القول فيه رضاب. ماذا تقول بمن أراق دماءنا؟ ماذا تقول بمن أراق دماءنا حتى تكسر في الحشاشة ناب؟ وماذا تقول بمن أهان نساءنا ذهابا أو ذهاب على أعراضنا وإياب؟ تلك اغتصاب وتلك مهانة وتلك اعتقال وتلك تصاب. أتلك التي فطرت بعفة زينب تكشف بين الخلق ليس يعاب؟ أتلك التي فطرت بعفة زينب تكشف بين الخلق ليس يعاب؟ عجبا أفي وضح النهار تقودها بالضرب بين العالمين كلاب؟ لا تدري أين تريح بدن شعورها، فالخوف جثة ميت وغراب. تغفو على نغم الأنين جفونها ظمأ وما غير النجيع شراب. وبكل ظلم تستباح بيوتنا وأموالنا للناهبين نهاب. كأن وما نملك محض غنائم من بعد ما قد نابهن غلاب. يقضون أوقات الفراغ بضربنا لعبا أصرنا للفراغ لعاب.
فإن اشتكينا بعض شروره، فإن اشتكينا بعض فعالهم بالقتل والترهيب، نحن نجاب، وهدم المساجد لا يكون محرما، وهدم المساجد لا يكون محرما، وحرق المصاحف رفعة وثواب، وقطع أرزاق العباد وسيلة للفوز حين تحضر الأحزاب، أما هاج قلبك منظرا لصغيرة قتلوا بها الطفل البريء ذئاب؟ أما هاج قلبك منظرا لصغيرة قتلوا بها الطفل البريء ذئاب؟ قتلوا بها نغم الربيع وزهره، وعادت ربوع الزهر وهي يباب. وتلك ابنة الأيام تلحد بالثرى حتى بكاها القبر وهو تراب. وتلك ابنة الأيام تلحد بالثرى حتى بكاها القبر وهو تراب. هي عشرة، تحكي براءة وجهها، قد غالها بين الورود غلاب. أتقتل خنقا وهي من بجمالها تضوع زهر واستنار شهاب؟ سفكوا نصاب العين كل طفولة وشجى عليها الصلد وهو صلاب. ما حركت شفتيك حين تبعثرت كل البراءة، ما نعاك خطاب؟ استنكرت حتى اليهود لما رأت، وأنت لسكين الخداع نصاب. قل لي بربك لا عدمت نصيحة، وإليك من عبق الوداد ملاب. ما قال في تقريره بسيونكم، هل قال ما قال الأجير كذاب؟ طرح النقاط وقد تباكى عنوة، وبعض دموع الباكين خلاب. هدم المساجد قال تلك جريمة، ولفاعليها نقمة وعقاب، والسجن والتعذيب دون مبرر، والقتل والترويع والإرهاب، والفصل والتضييق قال بأنه خطأ يعد ولا يعد صواب. وكثيرة تلك النقاط ولم تكن تروي حشى الظمآن فهي سراب. أما خالفوا كل المواثيق غيلة، وقد حاربوا الرحمن حين أنابوا، ولا زلت تنعق خلفهم بجهالة، حطمت مساعي الجاهلين وخابوا، هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.